بعد فوز المنتخب القطري ببرونزية كأس العرب فيفا قطر 2021 مع سلام المناصير. هذا يؤكد بأن هناك منتخبات من عرب آسيا تستطيع بأن تجاري منتخبات عرب أفريقيا. بسم الله الرحيم. طبعا شيء أكيد، كل المنتخبات العربية قاعدة تتطور سنة بعد سنة، ونفس ما شفت اليوم مباراة اليوم كانت كبيرة بين منتخب مصر ومنتخبنا. الحمد لله قدرنا نطلع بالفوز، والحمد لله مبروك على المركز الثالث لنا وللجماهير ولكل القطري. بس منو أفضل لاعب في البطولة؟ ما عندي، من عندنا أنا أكرم عفيف واللعيبة كلهم من الحارس لين أكرم. يعني ما عندك نجم البطولة واحد؟ يوسف مساكي. They cancel the penalty against us, but they don't move the penalty against us. Talk with five. طبعا مثل ما شفت المركز الثالث، اعتقد احنا كنا نطمح ان نوصل نهائي لكن ما الله اراد. بينا للكل ان منتخب قطر في تصاعد، بينا ان منتخب قطر قاعد يقدم اداء من بدايه البطوله. الحمد لله الحمد لله المركز الثالث، وان شاء الله نطمح. احنا كانت مشاركتنا في هذه البطوله ان مو بالمشاركه فقط، بالعكس ان نطمح ان ناخذ اللقب، لكن ما الله اراد. الحمد لله المركز الثالث، اعتقد ان شاء الله نتعلم من بعض الاخطاء اللي صارت في هذه البطوله ونقدم الافضل ان شاء الله في البطولات القادمه باذن الله. كابتن، بصراحه مين اللاعب الابرز في البطوله، نجم البطوله؟ والله نجم البطوله، والله في اكثر من لاعب، لكن انا ما بكون متحيز لمنتخب قطر، بقول اكرم عفيف. عصام عايز 15 ثانيه اقول المركز الثالث في البطوله دي. اتمنى ان في الاخر يبقى على طول ركلات ترجيح بعد الوقت الاصلي. انا هيك كمان، الا الاثنين الفرقتين نعم. مجهدين نفسيا وبدنيا وطالعين من نصف النهائي، يعني مش طايقين روحهم. انا كنت فالمساله كده فكرت بالحكي وانا عم تابع كان المباراه.